زار الحكومة وما أدراك ما الحكومة وتشكيل الحكومة والمسلسل اللي قاعدين نتبعوا فيه الحقيقة ما ليش عارفين وين تنتهي الأمور لكن أكيد حسب التحليل نتاعك وحسب قاعدة قاعد تتابع في الأخبار تنجم تعطينا بوادر على الأقل شنو اللي فما أول فهمها. عنوان معنا في البيان في البيان البيان كما نعرفوا اليوم فما الأسبوعيات الموجودة العدد الأسبوعي من الصحف تصدر اليوم الاثنين في البيان نلقاو شروط نجاح حكومة الفخفاخ حسب الخبراء والمختصين إعادة بناء الثقة تحقيق الانسجام بين مكوناتها وبرنامج إنقاذ هنا نتحدث هنا عن ثلاث يعني حسب المحللين تحدثوا ثلاث, ثلاث شروط اساسيه وضروريه انا نشوف فيهم احسن الاجدى فيهم هي اعاده بناء الثقه بين مؤسسه الدوله والمواطن لانه المواطن فقد أولاً الثقه ثقه مع مؤسسه الدوله وفقد فقد الثقه كذلك في السياسيين والاحزاب السياسيه وحتى في العمل السياسي في حد ذاته وذلك كما نعرف الكل آه لانه كشاف آه انه الاداء نتاع السياسيين منذ آه الانتخابات التشريعيه الى اليوم حتى نجم نقولوا حتى في التجارب اللي يعني اللي قبلها يعني دولة النيابيه السابقه ولا فتره الترويكا وكذا آه شاف انه السياسيين يكونوا اكثر آه براغماتيه وحتى انتهازيه في الممارسه السياسيه نتاعهم يخدموا مصالحهم الخاصه مصالح الاحزاب المصالح الضيقه السياسويه الضيقه الاحزاب فقط ولا تخدم آه مصالح الكبيره والهامه بالنسبه للمواطنين وبالنسبه للدوله بالنسبة للشعب اللي الشعب. لذا انا حسب ما أن نشوف حسب المقال هذا انه اول شرط هو اعاده بناء الثقه هو اهم شرط من بين ثلاث شروط هذه الانسجام بين المكونات لازم يكون موجود لانه كما نعرفوا الفريق او الحزام الحكومي المكون هذه الحكومه لو مرت ثم برشا تشتت ومتنوع فيه قرابة يعني ست أحزاب هي المتسمية لكن يمكن تحول حتى العشر أحزاب إذا ما حسبنا أنه فما بعض الأحزاب منتمي إلى كتل نيابية يعني تقنية وليست سياسية كما نشوفه كما كتلة السلاح الوطني وكذلك كتلة المستقبل اللي ضم برشا أحزاب من ضمن المكونات متاحة وكما نشوفه أنه حتى هذا الحزام السياسي يعتبر يعني يعني فيه بعض التناقضات الفكرية حتى الإيديولوجية نشوف انه فما تنافر كبير كذلك خاصه بين مثلا اهم مكون من هذه المكونات هو حركه النهضه, النهضة نعم. وكذلك الكتله الديمقراطيه نتحدث عن حركتي الشعب حركه الشعب وكذلك التيار الديمقراطي المكون للكتله الديمقراطيه هنا كيف سوف يكون الانسجام بين هذين الكتتين خاصة في الأداء الحكومي هذا هو اللي باش يعطي نجاح الحكومة من عدمها في المرحلة القادمة خاصة أنه حتى حركة النهضة ما زلت محافظة على يعني علاقات كبيرة مع قلب تونس اللي متموقع في المعارضة وكما نقاو حتى إلى غايتهم أمس أنه حركه هذا تقول انه يعني يجب ان يكون قلب تونس موجود في الحكومه وهذا ما يعطي انتباه حول المرحله القادمه انه حركه هذا سوف تحاول ان تجري تعديل يعني حكومي ممكن وتدخل قلب تونس ضمن هذه المعادله وخاصه انه حتى نبيل القروي عند لقائه الاخير الاسبوع الماضي مع الياس الفخفير قالوا آه قال يعني انه ليس قال يمكن فيما بعد انه قلب تونس يدخل ضمن الحزام السياسي بعد آه تعديل فما ترديات للنهضه تحس معناتها باش المشهد السياسي حتى ليس الفخفاخ يلقى روحه مضطر لهذه الترديات حتى آه ربما يقع الانسجام اللي تحكي عليه ونبعده على هذه التناقضات والتشتتات كذلك لانه كذلك لانه حتى الحكومه سوف تمر ب يعني اقل حزام ممكن يعني يمكن يمتد من 110 نائب يعني وان كما نعرفوا المرور اللي حكومه يجب تطلب 109 نقاو 110 نائب تجم تمر كذلك حتى الى مستوى 125 نائب لو انه مكونات الكتل خاصه التقنيه تنتخب يعني او يعني تمنح الثقه الى حكومه الفخفخ حكومه الفخفخ نمر الى العنوان الثاني لاير بي اي لو باسبور ديبلوماتيك لا اون تونس

آه يتحدث هذا آه المقال حول خاصه على القانون او مشروع القانون مقترح القانون الذي آه اقترحته اقترحه مجموعه من النواب لاضافه يعني آه ان النواب يتمتعوا بالجوازات الدبلوماسيه آه. وهذا يعتبر يعني يعتبر البعض انه آه استعمال لي آه النفوذ. النفوذ بالنسبه من النواب لي آه يعني تمرير مثل هذا القانون في وقت انه يعني حبوا يمروا هذا القانون بقوه خاصه مع رفض رئاسة الجمهورية أنه يمنحوا نواب يعني جوازات السفر الدبلوماسية شنو و... أسباب الرفض يعني؟ والله أسباب الرفض أنه يعني حسب ما يقول لل... يعني شو اسمه لل... خاصة الرئاسة ولا وزارة الخارجية على يعني الدبلوماسية أنه من يتمتع بالجواز السفر الدبلوماسي حتى في المعاهد الدولية موجودة هذه من يتمتع بجوز سفر دبلوماسي يجب ان يكون لديه مهمه دبلوماسيه دبلوماسيه نعم يعني في الخارج يعني يكون لديه مهمه دبلوماسيه لكي يتمتع بمثل هذا آه يعني آه جواز السفر لذلك انه الجوازات السفر هي هي يعني محصوره عن آه للدبلوماسيين اولا في وزاره الخارجيه وكذلك محصوره لرئاسه الجمهوريه ولرؤوس الحكم في الـ في, الـ في البلاد لذلك انه الباسبور الدبلوماسي اليوم تمنح لمن تمنح مثلا المجلس النواب الشعب تمنح لرئيس مجلس النواب الشعب واعضاء ورؤساء الكتل النيابيه أيوة. هي التي تمثل الكتل النيابيه والتي تمثل كذلك السلطه التشريعيه في في البلاد ويعني يقتصر ذلك الا على رؤساء الكتل النيابيه ولا يعني حسب القانون لا يعني لنواب الشعب انهم ياخذوا جوازات السفر يبدو انه ما عجبهمش بقيه النواب أيوه. وطالبوا يعني عن طريق عمليه لي ذراع انه يعني يمر قانون تعديل قانون تاع المنح الجوازات الدبلوماسيه وينقحوه في جلسه عامه بعد تمريره في يعني في المناقشه في في اللجنه لجنه يعني الشؤون الخارجيه وكذلك التشريع العام ويعني مروا في الجلسه العامه اليوم فما تطور في هذا الصدد انه هناك محامي رفع قضيه ضد النواب المطالبين بهذا الجواز السفر الدبلوماسي في اطار يعني حتى المجله الجزائيه لانهم يقوموا ب يعني تجاوز واستعمال النفوذ لتمرير مصالح خاصة. خاصة فنتم. حاجة يعني ما يشترطهاش القانون أكيد ينجموا يقعدوا في في مشاكل, مشاكل قانونية. تم إعلان إنه فما محامي من المحامين الفاقة هذه ضد النواب هذوما لأنهم حبوا يستعملوا النفوذ نتاعهم لتمرير قانون آه يعني للاستفادة آه منه في إطار آه يعني الخاص مش في إطار العام. النايب هو علاش يقول لك معناتها هو مهمته داخل الوطن وليست خارج الوطن معناتها عنده بضبط. أولويات. نشوف قادم الايام شنو باش يصير. يعني راهو النواب في الاشياء هذه يتحدوا راهم كلهم ولي كتله برك اكيد وقت المصالح يتحدوا <applause> المصالح الضيقه الخاصه <applause> بالضبط. احنا بالضبط. النواب راهو ما ضدهم حتى شيء لكن مصلحه تونس والشعب اللي قاعد يستنى لو. والثوره اللي قامت والشهداء معناتها أولوية العمل للشعب التونسي. بمثل سرعه تمرير القانون قانون هذا المقترح <applause> لا كنا في خيار خير في نعيم أحسن, احسن الظروف لأن كثير من القوانين الهامه ما زالت لم تمر الى اليوم يعني من المده النيابيه الماضيه لم تمر الى اليوم على على التصويت وهذا يعني يحمل قداش من علامه تستفهم في وقت انه يتسارعون لكي يمررون من يضمن لهم مصالحهم ولا يضمن مصالح المصلحه العامه مثلا للاسف شرط ان تمر هو ان تمر المصلحة العامة. المسلح العامة اولا هذين يقولوها بصوت عالي كتواسا الشروق نفس الشيء نفس الشيء في نفس المضمار أقرها يعني الدستور <applause> اي اقرها الدستور هيئات اضر اضرت اكثر مما نفعت مما نفعت ايوه نجم نحكي لك على كثير من الهيئات الدستوريه التي الى اليومنا هذا لم تعرف يعني يعني ما خرجتش لي للنور لم تعرف النور وكذلك في بعض الهيئات الاخرى اللي ما زالت في اطار الوقت كما الهيئة وكما يعني كما هيئه مكافحه الفساد اللي ما زالت يعني تمارس في مهامها في اطار الوقت وفي اطار المراسيم الوقتيه لانه ما فماش كما نقولوا احنا توافق بين الكتل النيابيه خاصه في المجلس النيابي الفارط في, في تحديد اولا القوانين الاساسيه المنظمه لهذه الهيئات وكذلك حتى في التفاهم حول يعني حول صيغه لانتخاب اعضائها. ايوه كما نشوفوا احنا مثلا هيئه الانتخابات ديما نلقاو فما ديفيكولتي باش نجدوا الثلث نتاع الاعضاء كل يعني كل عام لازم تجد ثلث الاعضاء بالنسبه لهيئه الانتخابات أه بأه بأه مثلا في كل تجديد ثلث لقاو مشكله لقاو اشكاليه اشكاليه توافق بين الاحزاب حول اعضاء لل... مثلا هيئه الانتخابات معناتها دائما التوافق بين الاحزاب هو اللي يشتت الامور ويخلينا ديالك نظام في نقطة صفر النظام السياسي الموجود هو اللي هو اللي خلى انه يكون فما محاصصه معينه في انه الهيئة الدستوريه هذه في ارسال الهيئات الدستوريه هذه للاسف انه النظام السياسي هذا اثر كذلك على ارسال المحكمه الدستوريه أيوة. لازم نشوفوا انه لازم محكمة الدستورية اعضاء المحكمة الدستورية ينتخبون باغلبيه الثلثين وانشئنا انتخاب نائب يعني نائب فقط من الاربعه نواب عن مجلس نواب الشعب للمحكمه الدستوريه وما مازالوا ثلاثه الاخرين في اطار انه ما فماش توافق بين اعضاء بين اعضاء الاحزاب للم... بين اعضاء المجلس job. وخاصة بين الأحزاب المكونة، هذا كان في المجلس النواب اللي فات اللي كان فيه ما كانش فيه برشا تشتت أكثر من المجلس هذا، نشوف المجلس هذا يمكنش أنهم يعني ينجموش يتفقوا في في الأسماء خاصة أنه, أنه فما تسريح من يعني رئيس كتلة رئيس كتلة التيار الديمقراطي والكتلة الديمقراطية في مجلس نواب الشعب أيوة. غازي الشواشي واللي هو يعني مرشح لتسلم حقيبة أملاك الدولة أنه يقول من اهم ما تم اتفاق عليه في اطار يعني التعاقد الحكومي او وثيقه التعاقد الحكومي هو ان تمرر المحكمه الدستوريه بعد شهرين من ارسال الحكومه يعني انه هما حد هدف ان شاء الله نتمنى انه يوصل يتحقق ان شاء الله على الاقل تكون بادرة خير يعني انهم يتفقوا بالضبط المحكمة الدستوريه كما نعرف نعرف أنها هي راه مهمه وركن ركين بالنسبه الى أكيد الديمقراطيه بتبعه اكيد بالطبيعه اكيد مازال لنا مقال المقال بالنسبه للمقال اليوم باش نحكي على آه ظهرت آه فيروس كورونا وانتشار فيروس كورونا المستجد آه واللي قرب آه وقرب, وقرب من الدول الاوروبيه في ايطاليا اليوم موجود آه 150 آه حاله آه اصابه بهذا الفيروس ويعني آه يمكن تكثر وقاعدة تكثر يعني يعني نشوفوا اي دوله يدخل لها تكون نسبه قليله ثم تنتشر بسرعه كبيره في ثلاث محافظات او ثلاث ولايات موجودة شمال إيطاليا هي اللي ضربتها الضرب الفيروس هذه <applause> والكورونا وكما نعرف فما جالية تونسية كبيرة موجودة في إيطاليا في وكانت حتى القنصلية بتاعنا في جنوة قنصليتنا في ميلانو عبرت في بيانات عن ضرورة توقي الحذر وضرورة يعني أنه تقيد بالضوابط والشروط التي طرحتها لل يعني السلطات الصحية في إيطاليا وباش ما يصابوش بالعدوى بعدوى هذا المرض ويعني أنه لابد أنه تو بعد ما قرب المرض دي والفيروس دي يعني لتونس أنه تكون, تكون حذرة أكثر تكون خاصة في أكثر من إيطاليا خاصة أنه القدوم من إيطاليا يعني الرحلات خاصة الرحلات الجوية اللي جاي من أوروبا بصفة عامة فهمت أيوة. لازم تكون فما حذر كبير وكبير جدا من السلطات الصحيه في تونس لكي انه نتصدوا لدخول ولا دخول هذا المرض الى تونس، خاصه انه هذا المرض استفحل واصبح بمثابه الوباء العصر وانه حتى فات حتى الوفيات عدد الوفيات نتاعو فات عدد وفيات يعني فيروس سارس آه اللي انتشر يعني في سنوات 2000 و2003 في العالم وما آه القولوش الى اليوم من هذا مازالوا يلوجوا له على اللقاح وحاله يعني استنفار كبرى موجوده على مستوى منظمه الصحه العالميه على مستوى السلطات الصحيه العالميه ككل لايجاد فيروس آه لايجاد عفوا لقاح. لقاح لهذا الفيروس الذي استفحل آه يعني يضرب بقوه نعم يضرب بقوه ان شاء الله ربي يسترنا ربي يستر ان شاء الله يا ربي يحمي تونس ويحمي آمين. كل الدول ويحمي كل الانسانيه من مثل هذه الاوبئه شكرا لك نزار باقي الصحه كي تغدو ديما تكون